سلام خويا امين، مساء الخير خويا امين. كتسولني عليا ارقام من لندن، ما عرفتش منين جايين، كل مره برقم مختلف. خويا دوك الارقام اللي كيصوليو عليك ما نقدرش نحكم عليها من الاول، ولكن اللي نقدر نقول لك انه راه كاينين الارقام اللي تيكونوا ما بقاش مشات ليا السميه التقنيه هاي تاكس نمبر ولا شي حاجه بحال هكا، كيدور لك تيقول لك شوف الى دا بريس 1، وانت راه في هذيك بريس 1 بحال تيمشي لك السولد، حيت انت بحال وافقتي مثلا انك تجري هذاك الاتصال، فهمتي؟ نعطيك هذوك الارقام دايرين بحال دوك الارقام ديال هذيك اللي كتدور ليها اللي كتبان لك في نايل سات، وكدير لك التصويره ديال الحمار وتتقول لك اهدى يا اخواني اهدى، ومعانا اتصال، معانا اتصال من ابو عوده، ابو عوده اهدى بغل، لا بقره، لا يا ابو عوده مش بقره، ونستقبل ونقول الو بحال هذوك، هذوك هاي تاكس نمبر. انت فهمتي تقول واه هذا حمار، تيبان حمار، راه هو صراحه انت اللي حمار، ولكن المهم تيبان لك الله الا حمار، وانا حمار حيت هزيتي التليفون، واه هذا حمار وما عرفوش، والله يلي مكلخين هاد الخليج مكلخين. اه تفتق مشى لك الصوت، وديك الساعه تعرف مين الحمار يا ابو جوده، ملي كدور كتعرف تيجاوبك انت يا ابو جوده، انت يا ابو جوده.